ياما احتفال بمحمد، يا من انطوى عليك التلبيس والتدليس من إبليس وحزبه الخسيس، فظننت أن الاحتفالات بذكريات محمد خرجت عن التأسيس وعن منهجه النفيس وعن مسلكه الأنيس. أخاف أن تضيق ذرعا إذا رأيت القيامة كلها احتفال بمحمد، وأخشى أن تكون في غير صفه وحزبه، فافرح ما دمت في الدنيا بالاحتفال به، فإنك لو دخلت الجنة لابد أن تحتفل به عند كل باب فاسمه مكتوب فوق الأبواب، على كل باب من أبواب الجنة لا إله إلا الله محمد. إن كنت ما تحب ذكر هذا الاسم وانتشاره كيف تدخل؟ ياما احتفال بمحمد، يا من انطوى عليك التلبيس والتدليس من إبليس وحزبه الخسيس، فظننت أن الاحتفالات بذكريات محمد خرجت عن التأسيس وعن منهجه النفيس وعن مسلكه الأنيس. أخاف أن تضيق ذرعا إذا رأيت القيامة كلها احتفال بمحمد، وأخشى أن تكون في غير صفه وحزبه، فافرح ما دمت في الدنيا بالاحتفال به، فإنك لو دخلت الجنة لابد أن تحتفل به عند كل باب فاسمه مكتوب فوق الأبواب، على كل باب من أبواب الجنة لا إله إلا الله محمد. إن كنت ما تحب ذكر هذا الاسم وانتشاره كيف تدخل؟